أعزائي المشاهدين من الأراضي المقدسة، منواصل حديثنا عن العظة الشهيرة، عظة المسيح على الجبل. وأنا موجود خلف جبل مشهور جداً بقرب بحيرة طبرية أو بحيرة الجليل، يسمى جبل أربيل. في هذه الحلقة رح نتكلم عن تعليم المسيح عندما طالب بالكمال، كونوا كاملين. وهل يستطيع الإنسان أن يصل إلى الكمال؟ وماذا يقصد المسيح عن هذا النوع من الكمال؟ وتخيل لو فعلاً أردنا أن نتشبه بيسوع المسيح، فإلى أي حالة نصل وكيف يكون مجتمعنا؟ أنا بدعوك أنك تبقى معي وتشاهد هذه الحلقة اللي راح تكون بركة لحياتك. سأعود بعد هذا الفاصل.